التعامل بتاعي الخاص ايه بشكل الناس بشكل الناس خلاص انا اتعاملت فيها كده دايما ليها سنتر سمي دايما ام سنتر وليها نص قطر عملي دي رمز الصغار او احنا بنعرف ده بيسموه قطر يعني دايما بتتصرف نص قطر هتلاقيها في الورقه كده ده ايه التعريف الهندسي بتاع الدايره ايه؟ المحل الهندسي خلاص التعريف هي المحل البنكوريه محل هندسي لجميع النقط الواقعة في المستوى خلاص أو خلينا نقول لك في المستوى في المستوى وتبعد مسافة ثابتة عن نقطة ثابتة خلاص ده التعريف يعني ده التعريف الكلام التعريف الدايرة الكلام يعني ايه محل هندسي لكل نقط أولا وقع في المستوى يعني ايه يعني استخدم كده من دايره شكل مستوى يعني زي المربع زي المستطيل يعني شكل الكوده من الجنس لو انا عندي مستوى عايز اشوف كل النقط اللي تقع في المستوى ده وتطلع على نقطه ثابته اسمها ايه مثلا فالنقط ده هو عباره عن ايه المحل الهندسي بتاعها عباره عن ايه عن دايره الدايره دي السته بتاعها عباره عن نقطه ام اللي هي النقطه الثابته والريدس بتاعها اللي هي المساحه الثابته اللي بتكلم عنها خلاص ده شكل حقيقي للدايره طب احنا لما نيجي نظبطها بقى لازم نظبط الصوره زي ما حضرتك بتتكلم مربع ومستطيل كل الاشكال يا ترى مظبطها بقى يبقى عامل ازاي؟ اه مصدر الدايره دايما عباره عن ميكس يعني مصدر الدايره كده دايما عباره عن ميكس اقول لكم ليه كمان شويه احنا شغالين في ميكس مظبطه بيطلع ميكس اه دايما الدايره مظبطه عباره عن ميكس ده المصدر. عباره عن ايه؟ ايه؟ او بتكون قطعه مستعاره. خلاص؟ طبعا يعني ده بتكلم عن بدل. طب امتى الدايره تظهر شكلها حقيقي في المصدر؟ مصدر ايه؟ اه لو شافوا في الواحد يعني بيصور واحد بيصور يعني ايه؟ يعني تخيل نفس الدايره كم تدور في دايره مسموحه كويس فالمستوى بتاع الدايره ده مهم جدا فلما اجي ابص لها في الكتاب كده هتبان ايه؟ دايره حقيقيه خلاص لكن لو جيت بصيت لها في مقصد الراس هتبان لك ايه؟ خط خط مهم الخط الاخر يعني دي الحاله الوحيده اللي تبان لك فيها دايره شكلها حقيقي خلاص يعني انت دايره مستوى بص الاقي مخططه بص عباره عن دايره كده خلاص مخططه الراس كده يبقى ايه؟ خط مهم الخط الاخر الحاله العامه اللي يبقى مستوى دايره باي شكل كده باي مستوى باي شيء باي شكل لو انا عندي دايره مرسومه هنا لما اجي اخططها ابص الاقي المسطح بتاعها عباره عن خلاص طبعا ممكن يبقى عكس لو دايره مستوى دايره مستوى راس بالعكس بقى مستوى دايره هنا في طبعا دي كده يبقى ايه؟ انت بتيجي يلا احنا بقى الاول عايزين نعرف ازاي نرسم دي يعني طبعا مش حاجه المفروض في الرسم سهله المحور الطريقين الطريقين بيشترطوا ان لازم يكون عارف المحور الطريقين والسؤال
صافي عالم محمد عبد القادر قريب بقى تعمل كده ايه كده ايه بس الناقص معلومية المحورين الأكبر الأكبر معلومية المحورين الأكبر والأكبر الأكبر إيه بقى أكبر شيء موجود الطريقة الأولية كده يبقى هحط عليها انا اخترت انا عندي المحورين المحورين كده مؤقتا هعتبر ان هم جيبوا يعني مؤقتا هعتبر ان انا مش انا اعرف ازاي اجيبهم في المسألة بس انا اختار ان حد من جيبي يجيب المحورين هم محور كبير دول جيبهم في الاستاذ وطلوا مني ان انا اسال قطعه دول محورين ايه بقى احطهم من هنا بصوا بقى انا احطهم عامل ايه؟ احطهم ايه؟ يوصل الطرف المحور الكبير لطرف الصغير بقى اي تقسيم بعض يعني انت ممكن واحد تلاقي وسط السي بي اي بي اي حاجه المهم ان انا وسط الطرف الكبير لطرف الصغير بعدين الخطوه الثانيه اجي اكمل التقسيم ده النقطة مثلا نسميها ايه؟ خلاص؟ أنا وصلت طرف كبير وطرف صغير وبعدين كملت المستطيل جبت النقطة وسميتها ايه؟ خلاص؟ بعدين أجي بقى بالنقطة اس بي ونزل على طول على الخط اللي وصلناه ده، يعني أنت كاتب من الثلاث كده صح؟ خلاص؟ وأعمل هذا الطريق خلاص؟ اكون عملت ازاي؟ يعني دواء دي بتديني ضرب. يبقى انا اول ما وصلت ضرب من ضرب صغير كملت المستطيل جبت النقطه دي ونزلت عمود. وبعدين استفدت ايه؟ العمود بقى اللي انا رسمته ده. ايه قطع المحور الكبير كده في النقطه اسميها ام 1 ونقول ده اسمها ايه؟ ويطلع كده ابتداء المحور الصغير ده احنا بنزل الخط ده كده في النقطه. خلاص؟ ام واحد دي بنسميها ايه بقى؟ دي كده بنسميها مركز القوس الاصل هتفهم ايه دلوقتي؟ لو مركز القوس صغير وام 2 دي بنسميها مركز القوس الاصل خلاص؟ حتى عندك مشكله حتى كده ازاي جبت سيما واحد سيما واحد سيما واحد كملت الاول خط الطرفين وكملت المستطيل جبت النقطه دي ونزلت منها عمود على الدائره قطع في ام 1 وام 2 كمل ازاي بقى بص بقى اعمل ايه؟ اجبت الدرجه بتاعي كده واركز عند نقطه ام 1 احنا بنسميها عشان كده بنسميها كده الباجا بتصب عند نفس الباجا كده نحط الباجا على ده كده حد طرف النحو الكبير خلاص؟ خد بالك من فوق صغير طبعا يعني انا خدت سن المركز هنا رحت لازم ايه؟ كسر ده مركز في الاصل مركزه عند نقطه ام 1 ورجع في ده لحد النقطه دي حطيت سن المركز هنا حطيت نقطه بس ايه؟ بص كويس بعدين اجي اركز برضه سن المركز عند ام 2 اهي خلاص كسر سن المركز هنا وافتح حد نقطه دي حط مركز صغير كده لكن ما تكون خطر. خلاص؟ المشكلة اللي هتعمل فيه بقى، هو ليه سموها كلمة؟ يعني ليه سموها مصدر من حالات المصدر مش كلمة كده؟ لأن المصدر دي مش شاعر زي المصدر مش كلمة المشكلة في إيه؟ أو كان علم الاستراتيجية دي، إن تبص تلاقي الأقوال دي ما بتتفقش مع بعض. يطلع لك تعطيل الإنس كاتير أو منحنى
التي مسكر يعني المرحلة كامل يعني ترقصت سن الألم ومشيت عليه وترفع سن الألم خالص خلاص المشكلة أو عين الطبيعة كده كان في نفس من الأقوال دي تقول لك بص كده صغير كده بس فتلاقي في فرق ما بيتلوش مع بعض يعني الفكين مش هيتقابلوا في نقطة واحدة كان مضطر استخدم الفينشر إن أنا أوفق الاتنين دول بعض خلاص بس احنا فعليا بقى يعني ده الموضوع فعليا الكابلول ده لو انت مثلا في الكابلات مش لازم توصل في الفينشر لان عاده الفعل ده بيكون صغير توصلها بتكنيك يعني توصلها الفعل ده مش هتوصلها بس ممكن توصلها بتكنيك لان المشكله برضه في استعمال الفينشر مش سهل فهي ملهاش لازمه انك تشيل الفينشر يعني توصل الجزء ده بتكنيك بس الطبيعي ان انت هتلاقي الاقوال مش هتكون مع بعض انا بقول لك ايه؟ ان تلاقي واحد مش سبب تبص تلاقي الاقوال ما تنزلش لا ده انا اجيب الاقوال حاجه لا هي الغلط هي الطريقه كده انت تبص تلاقي الاقوال مش هتكون مع بعض تضطر تبص الاقوال تعمل ايه؟ خلاص؟ طب اكمل ايه؟ ازاي؟ اكمل ازاي؟ المفروض بقى ايه؟ وديل الشكل المتماسك انتوا عارفين ان هو متماسك حوالين محورين بالظبط فانا رسمت الاصبع هنا شفت مين اهو صح المفروض اعمل ايه؟ برضه في نقطه صغيره من الناحيه دي بص مين تحت اكيد ما ركزتش ازاي بقى ما هو ما تعيدش بقى نفس الكلام اللي احنا نفس التماسك يعني ايه بالتماسك؟ يعني دلوقتي انا عندي مركز قصه ام 1 ده مركز قصه صغير من الناحيه دي المفروض في قصه صغيره برضه من الناحيه الثانيه لو انا عايز اجيب مركز اعمل ايه؟ اخد نفس المسافه دي صح؟ ليس الناحية الثانية. يبقى دي ام 1 خلاص؟ يعني اخد نفس المسافة ليس الناحية الثانية، اخد نقطة وليس الناحية الثانية. وارسم هنا المركز الصغير. ونفس الكلام، يعني انت رسمت المركز الصغير الشديد ده. اخد المكان اللي يسحب فوق وليس النص. عم كده. خلاص؟ يعني هكتب كده في ام. هنا اهو. خلاص؟ لو مركز ايه مش كافي. واخد المسافة دي لحد المسافة الصغيرة وانت الناحية التانية. خلاص؟ ودي كده ايه؟ ام 1 بعدين التماسك ده واخد كده احط سن المكان هنا واطلع حتى رقم المكان الكبار خلاص؟ زي ما بقول لك المشكله انا كانت هي مع بعض انا بوصل الجزء ده خلاص فاضل بقى البص الجيل تحت ده دي مكان ازاي برضه كمان بس بس دي اللي المركز حد يقول كده وانت ناحية الثانية خلاص بعدين حط المركز هنا طب احنا هنا كم معناها حد هيعمل مركز شوية يعني اربع قصص ايه وفي كيو دي دول هيعمل مركز في بعض افتح المركز كده ويقول خلاص ونعمل ده سبب زي ما عملنا في الـ 1 ونرفع كده المكان
أنا أول كاتب فيلم حد يقول الناس من روح الأدب، حد
बाकी सबसे से निकल कर के ना आज वो उसी और तरह का काम अब ये दो होता है ये मैं चलिए मैम आकाश को क्या खाते ना है ए प्राण जी से हो रही मैं को फ्यूज बॉल अब 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 क्या इसको के लिए तो सालों आज मैं है कि मैं पक्की और संभव बैठे आज हम आप आपने का बहुत बहुत धन्यवाद है बाकी क्या इसको कि ये मैं कि मैं कब सोया था आज भी और तरह का काम तब क्या मैं पूरे दोस्तों से क्या बोलने से लेते आज हम आप आपको तो बहुत 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 धन्यवाद है रब बाकी उस बात का मुझसे अगली बार मिलता है लेने के يقعد بقى يحاول يفكر فيها على الفاضي هي الطريقه كده يعني على الفاضي
خلاص. لكن دي مش انت انك لو شغال بتطلع عادي هتروح تاني مع بعض. كمل ازاي بقى؟ كانت لانشا كلهم يعني لو كان مستوى دايره مش طاقه
طبعا المستوى العام بيبقى دايما شكله كده. في اثرين، اثر اوبتي واثر راسي، صح؟ والاثرين بتوعهم الثانيه اللي هو بيجيله على الطبق الارضي اي شكل كده. ده المستوى العام، اذا كده هو المستوى العام. عشان يبقى مستوى خاص بقى. المشاكل الاثرات بتاعته عامله ازاي؟ ها؟ لو مستوى عمودي على افقي يبقى حاجه عامله كده. اثنين ده كده دي واحد ده كده مستوى عمودي على افقي. او الافقيين احنا بنتكلم الاول بنسميه مستوى رفعي. لان اي حاجه عموديه على افقي بنسميها رفعي عمودي. كويس؟ كنت الاقي بص الاقي اصلا الرقم بتاعه عمودي على خط الارض. مستوى عمودي على افقي. بص تاني الاثر الاثر هو بتاعه افقي. واثر الاثر اللي هو الخط ده عمودي على خط الارض. دي برضه من نعرف تاني الاحتياج. ده هيبقى عامل ازاي؟ دايما مستوى الخطه دي لازم الاقي الحته الثلاثه في الثاني. لو كان مستوى عمودي على افقي بص الاقي الحته دي واي الزد بتاعه هيبقى ليه؟ لان هو المفروض ان اي مستوى عام يبقى دايما دي واي هي المسافه دي دي كده اكس دي كده زد صح؟ ده عامة اي مستوى ده ليه اكس وواي وزد اللي هم الثلاث مسافات دول. طب لو كان الاثر ده طالع راسي كده يعني الاثر هو دي اتنين ده طالع خط راسي كده يبقى الزد دي كام؟ كانت ايه؟ اكس وواي وزد. في برضه مستوى حاجه حاجه مهمه اي شكل وقع جوه المستوى ده كده استنى كده اي بي سي الخط الرب بيطلع عامل ازاي؟ هل هيبقى مثلث برضه؟ لا بيبقى كله مطرح على الارض خلاص دي كده في داش في داش دي انت يا بقولك كفايه المستوى بتاعنا في خلاص وانا عندي اي شكل مرسوم هنا جواه لو انا مصدوم في الاليمنت في المسقط الراسي هيبان الشكل ده عادي هيجي ناقص وما يبانش اللي هو مثلث ده مثلث في البلاد بقى المسقط الافقي اي حاجه مرسومه هنا انت شايفها مصفحه على الاصفر خط مستقيم خط واحد خلاص هي مصفحه فاحنا عايزين نشوف الاول لو كان في دايره مستوى زي ده طبعا لو كان ما عادش نفس الكلام يعني ممكن لو مستوى عمودي على راسي اللي هو عكس دي حاجه سهله هنشوف الاول لو كان في مستوى في منطقه فاكر دي نفس بتاعنا يبقى عامل ازاي ده انا اخترت ده كده بعد الدورة انت بتبدأ
لو كان المستقيم ده واقع فوق مستوى يعني
sing when I go to the church. Same thing as what I thought about the mosque. The little mosque of the Lord, stop. Is that enough? Mosque of the Lord. So first thing I eat, the check on the table is, now I'm collecting, and we took what's there, and it's done with the air. I was talking about one of my first and second father, the way I was talking about. So what from the world of the Lord, so how can I read, so how you read a man? Where do you want to go? يعني
Nabi dia kata, baik, kurba, suara syarul usul. Dia kata, kan asli dengan orang yang kita, nama kita yang kita bawa sama Allah di Masyarakat. Dia kata, Allah sedih, kurhaid. Sama kita kata, dia sahab al-bawah, sahab al-bawah, wajib Allah, وكذا فعل إليها لواجه الأطر وطبحي فلو طبحي ممكن أعمل عرض عليك عشان أعمل مستوى الأطر رب من هذه الكلمات نسمع الصوار عرض عليك بعدين نقول بقى كيف إزاي توصل أقل معاك دلوقتي تعال بس لجدني أن يعمل عليك السجود كده يعني دي مش فيها كسر الضغط تمت النقطة دي واحد نقطتين خطر ده وصاب جوز عامل ازاي تحت واحد اثنين ده وصاب عامل ازاي تاني اه هي النقطه دي نفس النقطه دي طب ده بقى وصاب تحت عامل ازاي يبقى بس انا خاطر نفس الخط ده يعني خد الخط ده وصاب تحت ده ليه طيب؟ دلوقتي اسم الشدة ايه؟ اي خط دلوقتي خط الارض مرتبه التاني يعني خط دول الخطر يوديه صح؟ دلوقتي ده وزن خط الارض ولا لا؟ يبقى المفروض مرتبه التاني من تحت ده هو نقطة سين مرتبطة على الخط فلازم يطلع المقطع بتاعه وزن الخطر او كده مرتبط عليه اللي هو ده مفهوم ازاي يعني انا بسميه دي كده ثلاثة واربعة خطر لما خطر رابط هو ده هو ده في ثلاثة مرتين لا هيدا هو مثلا إذا أنت بعطل مني وبعطل مني هو الدائرة بتاعته كلها تنفع تحت 8 فتلاقي تحت خط طول 8 خط خط 4 خط 2 4 خط هي المشكلة اللي طبعا في ناس فين؟ لحظة واحدة بس دلوقتي المحور الكبير والمحور الصغير دول بس عشان نفهمها دي شيء عامل حاجة عشان نفهم الحته دي بص خليك معايا دلوقتي احنا اتفقنا الدايره مرتفعه عباره عن ايه؟ واحد ثاني ولا ايه؟ اه مصدر الدايره كده عباره عن ايه؟ مثلا محور كبير ده واحد اثنين وده ثلاثة أربعة خلاص؟ الخطين دول بص خليك معايا واحد اثنين وثلاثة أربعة هما المحورين دول الدايرة الخطية هما عبارة عن ايه؟ هما عبارة عن ايه؟ أقطاب أو ديامتر في الدائرة الأرضية بس الخطين دول كاتبين على بعض هم كل اثنين اللي هم الاثنين ديامتر يعني ده مثلا ايه؟ واحد اثنين ده مثلا ثلاثة وأربعة خلاص؟ عشان كده النقطة اللي أنت لما تيجي تظبطه مش هتشد الخطين مش خط واحد يعني هم خطين المحور الكبير فوق مرتبط الرد تحت فين هو النقطة دي والمحور الصغير فوق مرتبط تحت فين هو خلاص؟ اللي هم عبارة عن ايه؟ الخطين أو صوت ديامتر في الدائرة بتاعته لما احنا نخلصه يطلع واحد فيهم فوق حقيقي والتاني عنده عادي. صعب برضه مختلفة لان احنا قلنا الخط بيتحول ايه؟ بقى بص الاقي ان الحوار يقع على خط ايه دي الخط بتاعي يعني انت متخيل ان المفروض الخط ده مصاب تحت هو 8 خط يا ابني ده مستقيم معمول على خط الارض يبقى لازم الخط ده ينص لو المفروض الخط ده وده مستقيم وهذا خط الارض يغطاه تحت مواد الارض خلاص كويس خلاص كده عرفت كل الفوريه دي كويس الصغير ابدا اعمل بقى ايه؟ يا جماعه احنا كمان اكتر دلوقتي بنتكلم عن الصداع عادي الصداع عادي احنا هنعمل ايه؟ تاني خلاص عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب انا عندي ثلاث عناصر دايره اللي هي مستواها وهكذا نص الكره فباجي بالنص كام؟ ارسم المحور الكبير وارسم الاصغر خلاص؟ وقيت عليه الخطوط الحيه اللي هو بيقول لي ده 4 نص جوه 4 نص وتحت هو الاس هيبقى خط الفرقة خط الفرقة بعدين المحور الصغير ده هيبقى عمودي عليه
فنجيب بقى الجهاز اللي احنا بنصنعه ده نطلع التصوير مع بعض المنظر وابدا اكتب بقى ماشي احنا عملنا الدور دلوقتي بيكون الدور بتاعنا بتاعنا تحت مستوى خاص ما فيش شيء تحت فوق زي دي حاجه خاصه دي حاجه سهله لكن حاجه عامه لا هنا هات المكان اللي حاطط فيه المواد الاكثر
خلاص وقيت هاجي 4 سم يمين و4 سم نوت زيرو هنا يبقى 4 سم كده و4 سم كده ايوه ايه ايوه بينقط بينقط واطي مستوى ده مستوى الدايره خلاص يعني مستوى بتاع الدايره كده معلوم ونقط ام وهي دي نقط الدايره وبعد الدايره لازم تحاول تعمل طول عشان هو طول مستوى خلاص ده المحور الكبير اهو المحور الراسي طيب برضه مسلوب كتير وزن الاثر وده محور كبير وده اسم جدا طبعا جدا كده
المشكلة بقى اللي كانت مستوى عالي كده. هجيب دور مهمة صغيرة ازاي؟ أقولكم بقى الطريقة اللي بتستخدمها. خلينا المشكلة هو في نقطة خط الوصل
Allah beri papan kepada kami dulu. Saya pegang ini ba. Ini masa lagi kita. Eh? Oh, orang tua lembek orang tua. Orang tua suku ber. Yang aku tak ambil ba tu tu dah. Baru kita sini berarti kau sini nak kira. Bila kita nak pergi, sini. Rasa? Tak, saya dah lepas masa saya berdua dengan si. Yani, bukan saya tak faham ras. المسافة بتاعت زي ما نقول ناس كده ولا كده من النقطة لحد المحور الجديد مش دي مش هي دي لا من النقطة اللي أنا ركزت فيها لحد المحور الجديد هو ده كله أنا عارفه بس المفروض دراسة تتم ولسه فوق هي جت ليه بقى؟ يعني الحكاية دي جت ليه؟ دي طبعا هي كانت بتدرسوها زمان في الرياضة بس طبعا بتاع ولاد البنت في الدرس دي أحد خواص القدرة على النقص يعني دي من الخواص الرياضية ممكن تثبتها بالرياضة القدرة على النقص يعني إيه؟ انت اي قطعه ناقص كده المفروض ده ايه ودي صح مش تعرفين معادله القطعه الناقص هي اكس سكوير على اي سكوير زائد واي سكوير على اي سكوير يساوي 1 مظبوط والاي والبي اللي هم نص المحور في ونص المحور الصغير لو خلاص القطعه الناقص ايه؟ انا عارف القطعه الناقص كده لو اخدت المسافه ايه؟ اللي هي نص المحور الكبير وركزت في اي نقطه على القطعه الناقص كده وقطعت المحور الصغير يعني زي كده كلها ايه؟ المفروض من النقطة خدت المحور الكبير دي أساس إيه دي أساس طبعا مش خلاص احنا ايه مالناش دعوة يعني ليه بس الفكرة يعني المسافة من النقطة لحد المحور الكبير هي دي أساس ده هو رئيس كده خلاص طبعا عيب الطريقة دي لما تقرب من طرف المحور الكبير قوي ما ينفعش تستخدمها بس دي حلقة أصلا مش هتكملها دلوقتي طب ليه سموها دي بالحرف ورا؟ يعني ليه سموها دي سجين دي؟ يعني دي كانوا بيسموها زمان دراسة القطع الناقص، ازاي؟ بص كده لو دي ايه؟ مسافة دي دي ومسافة دي ايه؟ هو عايز يرسم القطع الناقص، كان يعمل ايه؟ عنده محورين كده. خلاص؟ خلاص عندي المحور عايز ارسم القطع الناقص. اعمل ايه؟ جاي حته ورقه كده واعمل عليها ثلاث صفحات او ثلاث نقط خلاص؟ سميتها النقطة دي كده A و B و C كويس؟ المسافة دي كده إيه؟ نجيب ورقة نحط عليها ثلاث نقط كده المسافة إيه؟ هي نص المحور الكبير دي المسافة دي كده ودي كده B هي نص المحور الصغير يعني لو عندي قطعة ناقصة عارف المحورين بتوع A و B وعايز يتم كان يعمل ايه؟ يجي جاب ورقه حط عليها ثلاث نقط A و B و C كويس؟ المسافه بين A و C هي نفسها A والمسافه بين B و C هي المسافه دي وبعدين يجي جاي حط الورقه دي على المحور اللي ورا السن تحس ايه؟ تحس ان نقطه A هنا ونقطه B كده خلاص؟ هي هم يجي يحطوا واحده فيهم على المحور الصغير والثانيه على المحور الكبير وبعدين المفروض بقى النقطه الثالثه دي تبقى واقعه تلبس ولا لا؟ صح؟ المفروض كده هو رسم ورقه اهدى ورقه حط عليها ثلاث نقط مسافات بينهم A و B حط دي على المحور الصغير دي على المحور الكبير نقطه دي على المحور الصغير نقطه دي على المحور الكبير يبقى الثلاثه دي هتتعدل كويس؟ لو كده حط الورقه دي كده بس حته لو نقطه دي برضه على ده ونقطه دي على المحور الصغير هيجي الوضع اكيد دي نقطه C النقطه دي على ايه ولا لا؟ صح ولا لا؟ حرارة الفكرة ايه اللي هو بيكتب ورقة يقدر يحركها تتبين النقطة دي تتحرك على الخط ده ونقطة دي تتحرك على ده كل ما احنا ده وضع جديد صعب النقطة دي عليه وهكذا ويبدا بقى يوصل النقط ببعضها يوصل من دي كانت ايه بيسموها كده ايه بتحط الورقة اللي كانوا بيستخدموها قبل كده كنا بنكتب بيها ايه بتوع النقط كيف شايفينها دي اسمها فدي اللي انت بتستخدمها عشان تجيب بيها فور ميكرو سكوار يعني عايز تجيب فور ميكرو سكوار كده عاملها ازاي؟ فين بقى المسافة اللي أنا عايزها؟ من نقطة لحد المحور الكبير
Thank you.
دايره عظمى صوتيه ودايره عظمى روتيه. فلما تبص في الجنان المادة دي تحت
هي اسئله حقيقيه صرف مصدر والعكس من نص المصدر الرابع احنا ما بنتبوش يعني حاطين دور في النوم بس انا بقول لك ايه اللي بجد دور على الدايره المفروض يبقى صرف فوق فين يبقى كده على الخط ده حاجه ثانيه حاجه ثانيه لما قلنا نص على الدايره على الكوره ولا ايه؟ قال لك نرسمها على السبيك صح كده؟ خلي بالك انا ممكن ارسم لك نقطه كده اهي دي وقع الكوره ولا جوه الكوره؟ عم تسمعه برضه خلي بالك خلي بالك دايما ان الكوره شكل مثبت لما ابص لها اقول له اطلع من الكوره لازم تبقى على الصبيك تحت مش لازم تبقى هنا لا دي على سطح الكوره يعني ايه على سطح الكوره بالظبط؟ خلاص؟ انت متخيل يعني ده الفرق بينها وبين الدايره لما بقول لك نقطه على الدايره لازم على الخطه صح لان لو شفتها جوه تبقى نقطه جوه سايب لان ده شكل مستوى لكن الكوره كل وقعه الكوره مش لازم ترسمها على الخطه ممكن تبقى نقطه جوه يعني نقطه على الخطه خلاص لو قلت لك الكوره بتلف في مستوى نفسي الكوره فاهم عامل ازاي يعني حد يتخيل كده ان هي كوره على الخطه ما تبقاش كده كرة بتلف المستوى ده شكل المحافظة بتاعتها ايه؟ المنطقة ده ايه؟ ليه؟ وانا هتبقى الكرة على المستوى هتبص تلاقي المصطفى راقي كده هتبص تلاقي الكرة بتاعتك مصطفى راقي كده والتانية لا دايما اي حاجة بقيت نفس المهم يعني كده الكرة ده مثل المصطفى طب امتى هتيجي بس المصطفى راقي؟ لو بس الكرة راقي يا طبعا الكرة يعني يا طبعا بالنسبة لكم الكرة بقت جواها ليه؟ لأن عادة مركزها يعني أقصى حاجة هتلاقيها تديك نص بتوعها. إزاي؟ إن أنا أديك المركز وأديك نقطة على الصفحة يعني أديك نقطة فيه. لا أنا بديك المركز ونقطة على الصفحة. تعرف تجيب نص بتوع الكرة ولا لا؟ إزاي؟ لو أنت عارف مركز الكرة عارف نقطة على الصفحة. يعني أديك مركزها ونقطة صورة النقطة دي على الصفحة. يجيب الخطوط ازاي؟ ده ده بالرأس ده حبيبي اوصله الطياره واجيب الكوره من ايه تحت بس يعني هتقول ايه بقى المسافه دي؟ تعرف تبص ازاي؟ يعني دايما اي كوره عارف مسافه او على الصحاره لو جبت الكوره في المسافه اللي فاتت بالنص يبقى ده رجل تحت عشان كده لما تيجي تسلم الكوره ده بقول لك النقطه دي هتلاقيها كل ازاي جوه الكوره في الكوره دي عارف محمد برضه بس احنا هنعمل الرقم ده مش حاجه دي يبقى الرقم بتاع عمرو صبحي هذا الرقم ده لما اجي اتكلم هتلاقي الكوره ايه مش عارف خلاص بعد يعني تمام ده محمد رقم ده ايه لما اجي الكوره دي كانت زياده ايه يعني كانت دايما فكره غير طبيعيه فيها كميه افكار ما لا تقل مثلا عن 10 سنين الحاجات اللي زي دي ده دكتور مثلا حاجه شفت رقم شفت مستوى جميل لسه الرقم بعد لسه الرقم بيديك المركز انت دايما يديك نص البوست والمركز ده بيديك على الكوره يديك مثلا حارس وكتير على سطح الكوره ايه وبي عايز اجيب محلها ذات المركز لما يكون عندك نقطتين على سطح الكوره دي محلها ذات المركز ازاي؟ طب عندك نقطتين على دايره اهو ايه وبي عايز تجيب محلها ذات المركز الثاني دي ازاي؟ مش الخط ده بيمثل ايه؟ كورة الدايره او وسط ما مصطفى وعدى عمل عليه يمر بالمركز ولا لا؟ نفس الكلام كوره ما تقدرش اعمل بقى حاجه واقفه انا مصطفى بجد مستوى عمل على ده مصطفى ده يمر بالمركز كوره وكل بقى هو مش عارف مين كمان حط مستطيل يمر بالمركز بس انا الكلام ده كله اتنقل عليه يعني احنا بالنسبه لي بس كانت اخبار يعني كانت كوره يعني كان من وضعها في الممتعه فعلا فاهم كل ده بقى انت عادة تاني أكتر حاجة أنا هديك المركز وأديك نقطة على الخط دي اللي أنت نص النقطة أكتر طب لو أعتقد المركز وأنا ما كملتش المستوى ده أجيب نص المستوى إزاي؟